لان في ناس يعني بصي انا عايزه برضو اتكلم في حته تصدقي احنا الاتيكيت طب ثانيه واحده طب السؤال هقوله لك وناخد التليفون هل الاتيكيت مرتبط بناس مستواهم الاجتماعي او المادي مرتفع ولا الاتيكيت ده فن لجميع مستويات المجتمع سؤال مهم جدا طيب ناخد التليفون يلا بينا الو الو يا حلوه مين معايا بخير ازي حضرتك طيبين وانت طيبه يا حلوه اهلا يا ساره ازيك الحمد لله تمام بعدين كنت عايز اسال سؤال حرمتي عزمانة عندها كمان يومين بالظبط بس احنا متعودين مثلا واحنا رايحين نجيب حلويات نجيب حاجات من دي بس يعني انا حابه اجيب لها هديه هي تستفاد بيها فممكن اجيب لها ايه وانا رايحه وقت ان كان لسه عيد الام من قريب فانا جبت لها هدايا برضه فبصراحه احترت مش عارفه اجيب لها ايه انت يعني لازم يعني حاجه ليها علاقه بالاكل يعني زي الحلويات بس حاجه ثانيه ولا عايزه حاجه بدل الحلويات فكره مختلفه يعني فكرة مختلفة. كل مره اروح اجيب حلويات او حاجه زي كده بحتاج اجيب حاجه مختلفه بس بصراحه مش عارفه ممكن تكون حاضر الاستاذه هتجاوب عليك استاذه نديل طب ايه السؤال هي عايزه تخرج من نطاق الحلويات التقليدي والمضر بالصحه يعني برضه لان احنا بناكل حلويات اللي عنده سكر بيتبهدل ممكن حاجه من حاجات رمضان مفرش للترابيزه اباجوره فانوس بشكل وجيه طبق تقديم مكسرات او فواكه حاجه تبقى مرتبطه ممكن اللي هي التكاوي المخد الحاجات اللي بتتحط بس بشكل رمضاني تتشال بس وتتحط في وقت رمضان فانت اضفتي لمسه لطيفه في بيت حماتك او لحماتك وهتستخدمها وهتستعملها وهتفتكري بيها دايما في كل مناسبه دي مرات ابني جابتها في رمضان حلو قوي حلو قوي يا رب يعني انا الاجابه دي فادتني انا شخصيا يعني ما اكون رايحه عزومه لان كل الناس في العزومات بتجيب حلويات او بتجيب حاجات ليها علاقه بالاكل يعني او كده فليه صحيح ما نجيبش حاجات حتى لو زرعايه صغننه كده لو مثلا فانوس صح لرمضان هي الزرعة حلوه بس احنا في عشان اهادي حماتي يعني عشان هي بتسال حماتها لا انا بتكلم فتحتي لي موكي حاجه ثانيه عايزه تهديها ففي مناسبات كتير تقدر تهديها زي عيد الام او عيد الميلاد طب احنا ما شاء الله عندنا تليفونات كتير منا من اسكندريه ازي حضرتك عامله ايه يا حلوه ازيك يا منوشه الحمد لله بخير كل سنه وانتوا طيبين وانتي طيبه يا جميله هو انا كنت انا عشان اقول جواز وكنت عازمه اهل جوزي فمش مش عارفه اقدم لهم ايه يعني اقدم لهم ايه على الاكل عايزه حد يكون قايمه في نفس الوقت عايزه ايه روحي؟ عايزه ايه؟ عاوزه اقدم لهم حاجه حلوه وشيك على الاكل حاجه حلوه وشيك في نفس الوقت يعني عايزه نقول لك منيو كده سريع اسكندريه هي تمام ماشي يا منوش هنقول لك حالا وتحياتي لكل اهلنا في اسكندريه الحلوين اتفضلي نقولي منا عايزه منيو يكون شيك عشان اول سنه جواز وعايزه تثبت انها عروسه شيك وحلوه بقى و على حسب يا منا الاسكندرانيه بيحبوا المأكولات البحريه هتفطريهم مأكولات بحريه خلي السفره بتاعتك اصناف مختلفه اعملي شوربه سي فود بس هي ده مش داخل الاتيكيت ده انت وذوقك هم عيله جوزك اتجاههم ايه بيحبوا اللحوم اكتر ولا بيحبوا المأكولات السمكيه زهقانين من السمك وحابين يفطروا على اكل تاني انت كده خدي جوزك على جنب او خدي اخته او حاولي كده تتجاذبي اطراف الحديث وتوقعيه وتقولي لهم اعمل ايه لكن هي بقى الشياكه اللي تقدري تبيني شطارتك فيها ان يبقى كل حاجه متوضبه بيتك متهوي ونظيف ما يعني مثلا ما ترشيش معطر جو عشان تغيري ريحه البيت قبل ما الناس تيجي على ريحه شوي او قلي افتحي البيت وهويه يبقى نظيف تبقي مجهزه لبس كويس تستقبليهم بيه مريح طبعا ببلاش تكوني متكلفه طبعًا. ولكن يبقى ماكوي ونظيف وشيك كل حاجه تبقى تمام العصاير بتاعتك كلها الرمضانيه والغير رمضانيه معموله ومحطوطه في الثلاجه وساقعه وضايقاها من قبلها بيوم ما ينفعش تجربي فيهم ايوه لو عامله صنف حلو اجتهدتي فيه حاولي برضو تقدميه بشياكه الاطباق تبقى بشكل واحد المعالق والحاجات كلها موجوده توضبي مطبخك بحيث ان بعد ما تخلص العزومه لو حد يبقى في مكان كمان يشوفوا ان المطبخ نظيف ومترتب بالظبط تبصي كل شويه على حمامك لان مفيش حد في العزومه مش هيدخل الحمام لازم يبقى فيه مناديل لازم يبقى فيه فوط متعلقه في مكانها صابونه محطوطه مكانها ناشف مش مبلول عشان بحيث ان اللي يدخل ما يتبهدلش تخصصي مكان للصلاه بعيد عن التلفزيون بحيث ان لو حماتك حماكي حد من الموجودين حب ان هو يصلي المغرب او العشاء فيلاقي السجاده والمكان النظيف الجميل الهادي الرايق اللي يقدر يصلي فيه اسدال حلو كده مغسول ومكوي دي تبين شطارتك تستقبليهم انت بنفسك بابتسامه حلوه وتوصليهم لغايه الباب تبقي قاعده كده فرحانه وتقابليهم بالكلام الحلو يعني انا مبسوطه نورتوني قد ايه انا سعيده
كل الكلام ده هيفرق مع جوزك وهيفرق مع اهله.